سي جلسنا معاهم عرضنا عليهم قلنا اليوم اجيو تخدموا اجيو تكلموا واخا بينوا لنا النيه مزيانه ولكن كيجيو الاجتماعات كيديروا لوبستركسيون ما كيخليوكش ديماري الاجتماع ويبداو عليك في النقطه هذه وفي النقطه هذه ويقلبوا على شي حاجه اللي هذا باش يبقوا بساده واش هذا الشيء ديال اليوم خصو يتبقى ماشي معقول لا يعقل كاين قانون خصو يطبق على الجميع. هذه محطة جد مهمة تاريخية بالنسبة يعني لهذا المجلس اللي الحمد لله اليوم درنا واحد العمل اللي هو كبير ديال البرنامج ديال العمل ديال جامعة أكادير 2022-2027. كان نقاش كان حوار مع الساكنة أكثر من 1000 ديال الساكنة اللي يعني سقسينا على الأولويات ديالها وعلى الإشكاليات اللي مطروحة واللي انبثق يعني من بعد واحد السلسلة ديال الاجتماعات واحد البرنامج ديال العمل اللي هو برنامج متنوع. أولا برنامج ثقافي، برنامج رياضي، برنامج كذلك يعني اجتماعي بواحد العدد ديال الأدوار اللي هي اجتماعية اللي كتخص يعني المجتمع ديالنا هنا في أكادير، برنامج اقتصادي بالنسبة يعني للتشغيل وكيفاش يمكن لنا نرجعوا واحد الجاذبية تكون كبيرة لهذه مدينة أكادير، وكذلك برامج اللي هي كتهم الاستثمار في البنيات التحتية لا الطرق ولا الإنارة ولا بالخصوص الأحياء يعني اللي مهم اللي كانت مهمشة واللي ما تعملوش ليها برامج اللي هما كبار واللي غادي نجيو باش نصححوا يعني هاد الإشكالية ببرامج اللي موضوعة لهاد ليكارتي إن شاء الله. إذا عندنا مجموعة من ليزاكسيون اللي كل سنة كنعرفوا واش غادي نديروا، كاين البرنامج وكاين التمويلات وإلا جمعتي كل شيء لأنه الآن كاين تقريبا 2.7 مليار اللي هو ديال البرنامج ديال العمل ديال الجماعه. كاين باقي لنا البي دي يو ديال سيدنا الله ينصرو اللي باقي فيه مليار ديال الدرهم، وكاين فيه لي اونبوسومون ديال الكريدي اللي جايين في السنه الا كتجمع هادشي فوق من 4 مليار ديال الدرهم اللي فيها التمويلات اللي غادي تجي من داخل الجماعه ديال اكاديه، وفيها كذلك الشركاء ديالنا اللي هما الجهه وبعض الـ الادارات اللي هي معنيه بواحد العدد ديال المشاريع، والباقي غادي تبغى تمويلات. وكتعرفوا بان اكادير كانت اول يعني مدينه اللي خرجت يعني للسوق الراسمالي باش تاخذ تمويلات يعني وتبدل القروض ديالها وتكون واحد يعني الليونه في المعامله الماليه. وحنا الحمد لله كتشوفوا اليوم مع الاسف انه يعني واحد 3 ولا 4 الاعضاء من المعارضه حاولوا باش انا كنفهم لانه يعني البرنامج كبير ومهم وبانه ما يبغوش يبقاو يحضروا حتى الاخير، ولكن الاخوان الاخرين من المعارضه ولا بالاغلبيه اللي حضروا كلهم صوتوا بالاجماع لانه برنامج متماسك يعني نحو المستقبل واللي غادي يعني الناس غادي تشوف الاثار ديالو حتى يعني الان وغدا وبعد غدا وغادي يمشي فوق من 2027 ان شاء الله، لانه هنا تراسي لغايه ديال واحد المشروع اللي هو مجتمعي سوسيو اقتصادي وكذلك نشطوا يعني هذه المدينه في الثقافه ونشطوها في الرياضه ونعملوا ملاعب القرب ونعملوا واحد العدد ديال الاجراءات. اذا وشتوا الحماس ديال لي زيلو فحقيقه هادو سيدي اللي كتشوفوا اليوم المستشارين راه مختلفين على المستشارين اللي كانوا في سميتو، الناس كتاخذ من وقتها وكتاخذ من جهدها وكيخدموا يعني بالكرش ديالهم بالمصارم ديالهم باش العقيده لانهم باغين كيبغوا ولاد المدينه وباغين المدينه باش تزيد الامن. دونك ممكن لي الا نكون فرحان انه نكون يعني مع هذا الفريق كله اللي كان حاضر اليوم باش نزيدوا ان شاء الله بهذه المدينه الى الامن. وشكرا لكم. بكل صراحه اليوم احنا لسنا بحاجه الى هدر الزمن التدبيري وهدر ايضا الوقت اللي